وانا بقول للقوات المسلحه وانت يا لو محمد والفريق محمد اسف والفريق محمد فريد برضو، من فضلكم اثناء عمل الشركات امنوهم، امنوهم عشان الاشرار ما ي... اه لان احنا لازم المشروع ده فيما يخص الزراعه احنا بنضيف اكتر من 500,000 فدان، زراعه مستقره بنظم حديثه بنظم متطوره في المنطقه دي، وما يستتبعه ذلك من تواجد سكاني وتوفير فرص عمل للناس، مش كده يا إيهاب؟ تمام يا فندم. فانتوا شغالين؟ احنا شغالين الحمد لله فهم. طيب والعمليه متامنه وكل حاجه؟ انا بس بقولها كده عشان الاشرار يعرفوا ان احنا هنامن ده بشكل قوي، محدش يقرب لحد. متامنه يا فندم، وحتى عاملين خطط مستقبليه بعد الانتهاء من الانشاء ان شاء الله هتبقى متامنه برضه. ان شاء الله. نرجع بس للغرب عشان افهم، يعني اسمحوا لي ان انا اتكلم في النقط دي هنا، يعني شوفوا حجم المحاور اللي اتعملت من الدلتا من القاهرة اللي بتصل إلى سيناء، وعملت ربط ضخم قوي عميق بين شرق القناة وغرب القناة، بين سيناء وبين الدولة. عايز أقول لكم هنا ده طريق السويس، يمكن أهب ما اتكلمش فيها أو يعني أسف اتكلم على جنيفة والأزرق اللي بنتكلم عليه ده، وده طريق السويس. احنا كملنا المحاور العرضيه كده وصل للسخنه، مش كده اهم؟ ايوه فندم، مش كده؟ ايوه فندم، وصل للسخنه اللي هم المحورين دول.